وتنضم إلينا من غزة نيفين سليم مراسلة الغد. نيفين، أطلعينا على الجديد لديك، وماذا بخصوص التدخلات من الجانب الأممي والمصري من أجل احتواء هذه الأزمة والتهدئة؟ نعم، يعني في هذه اللحظات حسب مصادر خاصة للغد أن نيكولاي ميلادينوف يجري بعض الاتصالات بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في محاولة لاحتواء الموقف وعدم انجرار التصعيد إلى حرب موسعة داخل قطاع غزة، لكن حتى اللحظة النتائج غير إيجابية، وهناك أيضا تدخلات مصرية في محاولة لاحتواء الموقف ووقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة. هذا التصعيد ما زال متواصلا، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال متواصلا. قبل دقائق من الآن قصفت الطائرات الإسرائيلية في موقعا في مدينة رفح غرب المدينة جنوب قطاع غزة. القصف أيضا طال عدة أماكن في منطقة الفراحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، في منطقة البريج وسط القطاع، شرقي وغربي مدينة غزة، وأيضا في منطقة الشمال تحديدا شرق جباليا. حتى اللحظة حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء جراء هذه الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة و9 إصابات، شهيدين في منطقة شمال القطاع وشهيد في رفح جنوب القطاع. أيضا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ردا على هذه الغارات ما زال مستمرا، أكثر من 200 صاروخ خرجت من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع. القبة الحديدية اعترضت 60 صاروخا منها. حتى اللحظة ما زال أن الصواريخ ما زالت تنطلق في المستوطنات القريبة، والقصف الإسرائيلي يستهدف فقط مواقع تابعة للمقاومة. فحتى اللحظة يمكننا أن نقول أن الأمور ما زالت تحت السيطرة ويمكن احتواء الموقف طالما أن ردود الأفعال ما زالت محسوبة من الطرفين، لكن في أي لحظة يمكن أن تنجر الأمور إلى حرب موسعة. الجيش الإسرائيلي قبل قليل كان يهدد ويقول أن حماس خلال الساعات القادمة سوف تعمل على او سوف سترى كمية الضربات التي سوف تنفذها اسرائيل ضد مواقعها في قطاع غزة، فيما غرفة العمليات المشتركة للفصائل هددت الاحتلال الاسرائيلي انه اذا وسع من ضرباته على قطاع غزة فانها سوف توسع من مدى الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة. سنتابع معك التطورات من هناك ونبقى عينا على الحدث. شكرا جزيلا لك من غزة نيفين سليم مراسلة الغد.